بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل. رحبوا معي بضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم الله. مؤيدين مسددين إن شاء الله. سلمكم الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا الأسئلة ما شاء الله بكثرة جاي تجينا من السادة المشاهدين، الله يحفظهم. طبعا أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة لغرض إرسال أسئلتكم الفقهية إن شاء الله لبرنامج توضيح المسائل، وإحنا إن شاء الله بدورنا وببركات سماحة السيد الله يحفظه ويرعاه بركات وجوده إن شاء الله راح نرد على جميع أسئلتكم عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. سيدنا العزيز حياكم الله مرة أخرى. الله يحييك. توكل على الله، نبدي بالأسئلة. نتوكل على الله إن شاء الله. طبعا لدينا إن شاء الله بتسديدنا بالصواب إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز عمل الربط في العضو الذكري، عملية الربط في العضو الذكري لعدم إنجاب الأطفال؟ طبعا مثل ما تعرفون سماحة السيد الطب تقدم أنه هناك عمليات أيضا للرجال، يعني أنه يمنع من إنجاب الأطفال إذا لم يكن هناك ضرر عليه، ما فيه إشكال في حد ذاته. ما في إشكال إذا لم يكن ضرر. أما إذا كان ضرر فلا يجوز. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من الأخوة، من أحد الأخوة من إيران يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فترة شهر رمضان وفي إخراج زكاة الفطرة لم يكن لدي المبلغ، ما يمتلك مبلغ زكاة الفطرة، ولكن الآن بعد أن انقضى شهر رمضان المبارك بفترة صار عندي المبلغ، الله رزقه، فشني يسوي سيدنا؟ نعم، سؤال جدا وجيه. طبعا وجوب إخراج زكاة الفطرة هو إلى ظهر يوم العيد. نعم، يعني إخراج في يوم العيد. إذا ما كان يمتلك مقدار زكاة الفطرة فلا يجب عليه، فإن استطاع بعد ذلك سقط عنه التكليف، مو واجب عليه. هسه هو إذا كان من باب يعني التطوع، من باب الاستحباب اللي يطلع هذه زكاة الفطرة، ما في شيء من باب الاستحباب، وإلا وجوبها سقط عنه بعد. جميل جدا عليه. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات، حقيقة هو مو سؤال، هو رجاء حقيقة. المرأة هذه عندها سؤال حقيقة، وجدا متأذية كانت سماحة السيد إنما طرحت السؤال. تقول: السلام عليكم، للأسف ابني مدمن على الخمر، فما هو العمل لمثل هكذا حالات؟ طبعا هذه شرب الخمر من الذنوب الكبيرة. نعم، من الذنوب والمعاصي التي نهى عنها القرآن الكريم ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم والأئمة الطاهرين بروايات عديدة. والقرآن الكريم صريح بهذا الشيء. شرب الخمر هو من أبشع المحرمات، بحيث أنه بقية المحرمات مثلا الزنا، مثلا الغيبة، مثلا أكل لحم الميتة، شرب الدم، زين، ما شاكل من هذه المحرمات، يقول فقط حرمت عليكم، حرمت عليكم. أما بالنسبة إلى الخمر، إلى القمار، لا، أعلى درجة من الحرمة. يقول: إنما الخمر، أول ما قدم الخمر والميسر، يعني القمار
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني مو بس حرام، أصلا لا تتقرب له، لأنه ليستعمل هذه الأمور. زين، هذه الأمور تخرج الإنسان عن إنسانيته. نعم. فهذا من المحرمات، والإنسان إذا رأى منكرا سواء كان اللي هو طبعا الوالدان، الوالدان بالدرجة الأولى هم المسؤولين عن أولادهم، أو من الناس الأجانب البعيدين عنه. نعم. إذا رأى منكرا أن ينهى عنه. جميل جدا. مثل أنه واحد إذا أبناء مثلا تاركين الصلاة، ماكو إجبار. نعم. ومو قضية إجبار، وإنما أنا تكليفي أريد أدي أمر بمعروف وأنهى عن منكر. إن أخذ الحكي، أخذ الكلام زين وأطاع، فبها هم إلى الأجر وهم إلى الأجر. أما إذا لا، أنا وظيفتي أديتها. حتى الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول له ما على الرسول إلا البلاغ المبين. حتى النبي صلى الله عليه وآله اللي هو إلى الولاية المطلقة زين على المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن مع ذلك شو يقول له؟ بلغ. لست عليهم بمسيطر. جميل. لست عليهم بمسيطر، بعد أنت اللي عليك تبلغ، تقول ترى هذا زين وهذا مو زين. حسن. فإن أخذ بالكلام فبها، إذا ما أخذ بالكلام أدينا الوظيفة. حسنت. ونسأل الله بحق الحسين والهداية إن شاء الله. أحسنت. ودعاء الوالدة أيضا مستجاب طبعا، كما في الروايات الشريفة سماحة السيد. لذلك تدعو له إن شاء الله والدته بالشفاء. أنا أسميه هذا مرض حقيقة. نعم نعم. دعاء الوالدة لولدها قطعا مستجاب عند الله. فهي ما دام هذه السائلة الله يحفظها إن شاء الله متأذية من هذا الأمر وكذا، ومتألمة من أجل ابنها، إن شاء الله تدعو له والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. اللهم آمين. يسبب لفت سبب إن شاء الله للهداية وترك الله. هذا الأمر يا الله إن شاء الله. أحسنتم سيدنا العزيز، بارك الله بكم. أيضا سؤال من أحد الأخوة من محافظة البصرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة بولاية الإمام علي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في التشهد الوسط والأخير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يريد أن يكمل يقول وأشهد أن عليا ولي الله، هل هذا جائز أم غير جائز؟ لا طبعا مو جائز. جميل جدا. لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. جميل. وليس هناك رواية موجودة في قضية أنه الشهادة الثالثة تضاف مثلا في تشهد الصلاة. نعم. نعم في الأذان والإقامة من باب الاستحباب عند مشهور الفقهاء بالأذان والإقامة الشهادة الثالثة أن تكون من فصول الأذان والإقامة، أما في التشهد فلا يجوز. جميل جدا. هذا يصير تشريع، والتشريع بدعة يعني حرام، لا يجوز، هذا يبطل الصلاة. هو الإمام علي عليه السلام يذكر في الصلاة سماحة السيد، لأنه بعد ذكر الشهادة الثانية نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام علي بلا شك ولا ريب هو من الآل طبعا. أحسنتم. وأنتم محسنين سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات الأختهم علي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة السيد ما هو حكم الصلاة والدورة الشهرية التي تستمر شهرا كاملا؟ طبعا وضحنا هذا السؤال في الحلقة القادمة السابقة. السابق. نعم. حلقة السابقة بينا بأن الحيض أقله 3 وأكثره 10. نعم. يعني ما زاد على 10 هو استحاضة، حتى ولو يوم واحد. بعد هذا ما يطلق عليه استحاضة. نعم. أو دم جرح مثلا أو كذا، أما الحيض لا، أكثره 10 أيام. جميل جدا. ما زاد على ذلك تتحقق شو، هل أنه دم استحاضة أو دم جرح أو غيره. فقطعا إذا استمر أكثر من 10 أيام فهو ليس بحيض. بعد 10 أيام سماحة السيد تصلي ولكن تتوضأ لكل صلاة إذا كان استحاضة. إذا نعم. استحاضة على 3 أقسام. إما أن تكون استحاضة قليلة، وإما أن تكون استحاضة متوسطة، وإما أن تكون استحاضة كثيرة. القليلة أنه تتوضأ يعني تتطهر وتتوضأ لكل صلاة. نعم.
المتوسطة تغتسل غسل واحد في كل يوم قبل صلاة الصبح، وأيضا تتوضأ سماحة السيد لكل صلاة. أي نعم نعم، اللي طبعا هذا مسألة خلافية، أنه هل الغسل الواجب يسد عن الوضوء نعم أم لا. مثلا عند بعض الفقهاء يقول الغسل الواجب يسد عن الوضوء، عند بعض الفقهاء لا، فقط غسل الجنابة الذي يسد عن الوضوء. فالاحتياط أنه أيضا تغتسل وتتوضأ غسل واحد، هذه عند الاستحاضة المتوسطة نعم، قبل صلاة الصبح، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما إذا كانت استحاضة كثيرة فتغتسل ثلاثة أغسال، قبل صلاة الصبح غسل، وقبل صلاة الظهر والعصر غسل، وقبل صلاة المغرب والعشاء غسل. جميل جدا، أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة، طبعا السيد ضياء حسيني من مدينة الأهواز، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وحدة شافت بنت صغيرة في الشارع وجابتها لبيتها ورضعتها، هل يجوز أنه تزوج هذه البنت إلى ابنها من يكبرون؟ أولا هذه قضية الرضاعة، نعم، يعني شنو لقيتها بالشارع؟ هي يعني تاركينها ذابينها، هذه أهلها يعني أمها وأبوها ذابينها وهي طفلة صغيرة رضيعة يعني. طبعا قضية فترة الرضاعة عندنا يجب أن تكون في خلال السنتين الأوليتين من الطفل المولود، يعني بهاي الفترة السنتين، ما زاد على السنتين بعد لا عبرة بها هاي الرضاعة، حولين كاملين، بعد ما زاد على الحولين بعد ما يصح، المرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا كانت طفلة زين وجدتها أو لا أخذتها من أهلها وأرضعتها زين، هذه يمتى تصير أمها من الرضاعة؟ متى تكون هذه المرضعة أما لهذا الطفل أو لهذه الطفلة؟ إذا تحققت الشرائط، شرائط الرضاعة، نعم، شرائط الرضاعة شنو؟ أنه إما أولاً إما أن تكون فترة الرضاعة ليلة ويوم كاملة يعني 24 ساعة، فترة 24 ساعة يترضعها، أو 15 رضعة زين، هذه مباشرة ماكو بينات فاصل بحيث مثلاً امرأة أخرى تجي ترضعها، لا، هي هذه المرأة بنفسها ترضعها 15 رضعة، 15 رضعة، بحيث اللبن يكون شنو مباشرة يعني من صدر هذه المرضعة إلى فم الطفل. جميل. بدون ما أنه مثلا تضعه في إناء أو كذا وتشربها مباشرة، وأيضا يكون اللبن من زوج واحد لا من زوجين، أن يشتد في على هذه الرضعات العظم وينبت اللحم، يعني يبين بأنه هذا الرضاعة أخذت أثرها على هذا الطفل. إذا تحققت هذه الشرائط نعم تكون هذه بنتها من الرضاعة، فما يجوز ابنها أن يتزوجها لأنه أخته من الرضاعة. جميل جدا، أحسنتم سماحة السيد. أيضا لدينا سؤال من الأخ علي المرتضى من البصرة، يقول طبعا أنه عنده نزيف دائم باللثة سماحة السيد، يقول حتى من أغسل فمي بالماء أيضا هناك نزيف يكون في اللثة، وأنا أيضا متوضي فأكمل صلاتي والنزيف موجود داخل اللثة، فما هو حكم صلاتي؟ طبعا إذا كان الدم قليل ويستهلك مع ماء الفم ما في إشكال، يعني حتى أنه يبتلعه إذا كان قليل، أما إذا كان كثير فيجب عليه قذفه إخراجه، هسه يحمل وياه مثلا قطنة، يحمل وياه منديل أو كذا ما شابه، بحيث يلقي هذا الدم من الخارج، وإلا صلاته ما في إشكال، يعني صلاته ما تبطل في أثناء خروج هذا الدم، لأنه هذه
جروح أو قروح، فلا يضر دم الجروح والقروح في أثناء الصلاة. أحسنتم سيدنا. طيب الله أنفاسكم، بارك الله بكم. نطلع إلى فاصل إن شاء الله ونرجع نواصل حديثنا الشيق وإياكم وجواب أسئلة الجمهور. الله يسلم. نعم أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية. نتواصل معكم وبرنامج توضيح المسائل وضيفي الكريم سماحة سيد مناف الجزائر. حياكم الله، الله أخي سيدنا. الله يسلمك. الله يحفظكم. أيضا لدينا سؤال من الأخت أم زينب من محافظة بغداد، تقول طبعا تشكرنا على هذا البرنامج، لا حاجة للشكر أختي العزيزة، نحن في خدمتكم. تقول عندي سؤال، أنا كنت متزوجة من شخص متزوج وعنده أطفال، فصارت عندي طفلة واحدة وطلقني بدون سبب، فالآن يحب أن يرجع لي وصار يتصل حتى أرجع له، عنده مشاكل قوية طبعا، وأخاف أرجع مرة ثانية، أخاف يطلق مرة ثانية، كيف الاتصالات اللي بيننا جاي تجري الآن، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ إذا ما يكون فيها ريبة يعني من أجل تفاهم، نعم، لعله يصير إصلاح ورجوع، ما في إشكال. أما إذا خرج عن حالة الطبيعية لا يجوز. نعم، أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد، نسألكم الدعاء في جميع الليالي والأيام خصوصا في ليلة الجمعة بحق محمد وآل محمد، لدي حاجة أن تدعو لي بالزواج. طبعا أمانة أنه نوصل هذا الكلام إلى سماحة السيد، تدعونا بحق الحسين ومصابه. طبعا هذا مو سؤال، هذا دعاء لشبابنا إن شاء الله بقضاء حوائجهم، خصوصا الشباب المقبلين على زواج ومحتاجين إلى زواج. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يسهل لهم أمور الزواج وأن يختار لهم أزواج وزوجات إن شاء الله صالحين وصالحات بحق محمد وآل محمد. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سماحة السيد. لدينا أيضا سؤال من إحدى الأخوات، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا، أنا أصلي وزوجي بنفس الغرفة، البعد اللي بيناتهم متر، هل يجوز طبعا هل تجوز هذه الصلاة أم لا؟ طبعا قبل أن نجاوب عن هذا السؤال بالتفصيل، يا حبذا لو أنه تكون صلاة الجماعة في البيت. جميل. يعني مو شرط أنه إمام الجماعة أن يكون مثلا رجل دين، بالبيت حتى العائلة يتعلمون، الأولاد البنات يتعلمون صلاة الجماعة. إذا الزوج وزوجته لوحدهم مثلا بالبيت، شنو الإشكال بأن المرأة تقتدي بزوجها إذا هم ما دام في مكان واحد يصلون؟ جيد، حتى الأجر والثواب يصير أكثر. نعم، فتقتدي به زين ويصلون صلاة جماعة. أما إذا لا، على فرض السؤال المذكور بأنه هم يصلون فرادى، إذا كان يعني يصلي خلفه، اللي هو لازم أن يصلي خلفه ولو بمقدار موضع السجود عند قدمي الرجل، هذا صلاته صحيحة، صلاتهم اثنينهم صحيحة. يعني موضع سجود المرأة يصير عند قدمي الرجل، يعني ما يحتاج متر، نعم، فاصلة أنه يصير هي خلفه، يعني يقال عرفا بأنها الآن واقفة خلفه. أما إذا لا، تساويا أو تقدمت عليه، عند التقدم فيه إشكال. جميل. إذا المرأة تقدمت على الرجل ولو كان زوجها ولو كان ابنها ولو كان أخوها، زين، إذا تقدمت عليه هنا إشكال. أما إذا تساويا
أيضا بعض الفقهاء يقول بأنه صلاة إشكال، إذا تأخرت عنه قليلا ما في إشكال. جميل جدا. أو إذا كان حاجز بيناتهم، حاجز موجود مثلا جدار، مثلا ستار موجودة، بردة زين موجودة بيناتهم تمنع من رؤية أحدهم، ما في إشكال. أو فاصلة 15 ذراع، زين عفوا 10 أذرع. جميل. 10 أذرع فاصلة، اللي تقريبا يصير 5 أمتار فاصلة بيناتهم، ما في إشكال. جميل جدا، أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم، ما حكم من أفطر بالاستمناء وهو يعلم أنه حرام لكن لا يعلم أنه مفطر؟ طبعا يعني هذا هذه المسألة يعني ما راح تزيل عنا الكفارة، مع أنه ما يعلم، حتى لو كان أنه ما يعلم أنه حرام فتجب عليه أو مفطر. نعم، يجب عليه الكفارة، كفارة الجمع، لأنه الاستمناء حرام وقد أفطر متعمدا على حرام. جميل جدا، هو يعلم أنه حرام غير جاهل بالحكم. نعم، أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من الأخ سيد مرتضى من مدينة المحمرة، يقول: في رمضان السابق لم أدفع الفدية، ظاهرا هو أفطر في رمضان السابق وما دفع الفدية، فأجى رمضان وأيضا صام، يعني هذا رمضان اللي أجى عليه صام كله، فشنو حكم سماحة السيد؟ الفدية المراد بها الموت، يعني إذا كان مريضا أو إذا كان مثلا رجل كبير أو امرأة كبيرة، الشيخ والشيخة يطلق عليهم بالفقه، أو المرأة الحامل المقرب، أو المرأة المرضعة اللي عند الرضاعة يسبب لها ضرر الصيام أو على طفلها، ذولي مجوز يعني مخولين في عدم الصيام. نعم، لكن تجب عليهم الفدية اللي هو مد، المد تقريبا 750 جرام من الطعام قبال كل يوم يفطرونه، اللي الشهر بأكمله يصير 22.5 كيلو حد الأقل، هذه الفدية لكل شهر، ما سيريد يزيدون على هذه 22.5 كيلو بعد أفضل، هذا تفضل من عندهم، أما أقل من هذا ما يجوز للشهر بأكمله. فإذا واحد تعمد وأخل بإخراج هذه الفدية إلى شهر رمضان المقبل، سمر عنده عذر مثلا ما يمتلك هذه الفدية الآن، أو نسى مثلا، نسى أن يخرج الفدية، يخرجها حتى ولو جاء شهر رمضان المقبل يطلع هذه الفدية مرة واحدة. نعم. أما إذا كان متعمدا فتضاعف، تضاعف، يعني مكان الكيلو إلا ربع يصير 1.5 كيلو مقابل كل يوم. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. سؤال آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما المقصود بالزانية الغير مشهورة وما واجب المكلف؟ هل يجب عليه السؤال عن أحوال من يريد أن يتزوج بها منقطع؟ لا طبعا مو واجب السؤال. نعم، لا يجب السؤال. إذا كانت مشهورة ولو أنها زنت مرة واحدة ولكن اشتهر بين الناس والعياذ بالله بأن هذه المرأة زنت، هذه يسمونها الزانية المشهورة. الزانية الغير مشهورة لا، هذا بالخفاء زين أجرت هذه العملية القبيحة وبينها وبين ذلك الشخص، نعم، ما اشتهر هذا الأمر بين الناس، يسمونها زانية غير مشهورة. سواء كانت غير مشهورة فلا يجب يعني التحقيق عن ذلك. نعم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. جميل جدا. الأفضل أن الإنسان يتجنب. سيدنا، إذا كان على يقين أنها ما راح تعتد بعد الزواج بها منقطع طبعا، فشنو الحكم؟ هو ما عليه ذنب، الذنب عليها هي. يعني الذنب على هذه المرأة التي لا تراعي شرائط الزواج، لا تراعي شرائط التحصين والعفة والحياء اللي برد في ديننا الشريف، في دين النبي صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، يجب أن تراعى
حتى لا يصير أي إشكال، لأنه المخالفة للأحكام الشرعية تسبب مشاكل وضعية، يعني في الدنيا الإنسان راح يواجه مشاكل، إما في عمره، إما في صحته، إما في رزقه، إما في ذريته وهكذا. أحسنت، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سحب خط الكهرباء الثاني. طبعا هو مو إلنا ساحبين خط كهرباء سماحة السيد بالبيت، هو مو إلهم، هل هذا الشيء جائز أم غير جائز؟ إذا كان بإجازة من إدارة الكهرباء، إذا كان بإجازة من إدارة الكهرباء بحيث أنه يقول لك خاف ينقطع هذا الخط الرئيسي اللي عندي مسبب لي مشكلة، فأنا أستعمل خط آخر، نعم، من جانب آخر، من محولة مولدة أخرى، وبإجازة إدارة الكهرباء أو بإجازة صاحب ذلك الخط زين الآخر ما في إشكال. أما إذا لا كان بدون إجازة ففيه إشكال. نعم. أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من إحدى الأخوات سماحة السيد، تقول: لدينا بيت تجاوز، كل العائلة مشتركين فيه، هي وزوجها ووالد زوجها وأخوان زوجها أيضا مشتركين في هذا البيت اللي هو تجاوز، اللي يسمونه بالمصطلح العام حواسم سماحة السيد بالعراق. نعم. فطبعا الكل اشتروا بيوت وطلعوا من هذا البيت بما أنهم دفعوا أموال بهذا البيت في بناء هذا البيت، شاركوا زوجها يعني أخوانه، هل يجوز لهم الآن عائلة الزوج والزوجة، هل يجوز لهم السكن في البيت أم يعطي لأخوانه حق اللي دفعوه في البناء؟ هو طبعا هو هذا يعني فيه إشكال قضية هذه التجاوز أو ما تسمى بالحواسم، لأنه الأرض إذا ما كان مأذون بالبناء عليها، نعم، يعني في إشكال، يعني قضية الصلاة مشاكل. أما بالنسبة إلى المسقفات، إذا كانوا مشتركين هذا من حقهم، زين، مشتركين هم بالنفقة وإعطاء الأموال لبناء المسقفات، يعني الجدران والسقف والأمور الأخرى، فالكل مشترك على مقدار ما بذلوا، كل واحد إلى سهم، يعني لازم يعطيهم حصتهم حتى هو يتملك هذه المسقفات، أما الأرض لا. نعم. فالأفضل التجنب، والأفضل أنه الإنسان حتى ولو كان مضطرا يحافظ على دينه، يحافظ على عبادته، إذا كان يعني مضطر ولا ليس له مكان أن يسكن فيه هذا أمر آخر، بعد للضرورة أحكام. حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه واقعا هذه معضلة كبيرة، قضية السكن وقضية المأوى، الإنسان إذا ما كان عنده سكن راحة نفسية ما راح تبقى عنده قطعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل مؤمن ومؤمنة سكن يأمنون فيه ويسكنون فيه. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سيدنا. أيضا أخير سؤال في هذه الحلقة لأن الوقت داهمنا سماحة السيد، الأخ عباس البحراني من محافظة البصرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي إلى سماحة السيد مناف الجزائري: ما حكم تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى ساعات متأخرة من الليل، هو ذاكر الساعة 10 مساء؟ نعم، شكرا للأخ سيد عباس على هذا السؤال. نعم، إذا كان يعني صلاة المغرب والعشاء للشخص المختار، أكو عندنا مكلف مختار وأكو عندنا مكلف مضطر، خلي المشاهد الكريم ينتبهون لهذه الإصطلاحات، وهذه المسألة أيضا من المسائل المهمة. يعني أشكر السائل سيد عباس البحراني جزاه الله خير الجزاء على هذا السؤال. الكثير خصوصا اللي عندهم مشغلة، اللي عندهم مثلا مصلحة يعني بالسوق ومشاكل، اللي ما عنده فرصة أن يصلي في أول الوقت، وقت الصلاة المغرب والعشاء، فإذا كان مختارا يعني ما عنده أي مشكلة مو مضطر، نعم،
يجوز له أن يصليها أداء، يعني هم صلاة المغرب هم صلاة العشاء إلى منتصف الليل. هسه منتصف الليل ممكن يصير الساعة 11، ممكن يصير الساعة 11:30، ما أعرف حسب كل بلد يعني وقته. نعم. منتصف الليل وين شرعا منتصف الليل؟ هنا إذا منتصف الليل يصليها أداء إذا نعم. كان مختارا، إذا تعدى منتصف الليل يصليها قضاء. أما إذا كان مضطرا، مضطر شلون؟ مثلا أخذته النومة، نام، أخذه النوم ونام ما استيقظ إلا من بعد منتصف الليل، هذا معذور. أو إذا كان مسافر والطائرة أو القطار أو السيارة ما توقفت في أثناء الصلاة، الاختيار مو بيده هو، نعم، بيد الطيار، زين، بيد السائق، زين، اللي يقود السيارة أو القطار ومشاكل ما توقف. فإذا تعدى منتصف الليل هذا لا، عند وقت للمضطر إلى قبل صلاة الفجر أن يصليها أداء. فإذا ينقسم قسمين، المختار إلى منتصف الليل يصلي أداء، ما بعد منتصف الليل يصليها قضاء. أما المضطر لا، الوقت يسمح له إلى قبل صلاة الفجر أن يصليها أداء. جميل جدا. وبعض الفقهاء احتاط، قال هذا المضطر أنه يصليها رجاء، يصليها رجاء، يعني لا أداء ولا قضاء، بنية رجاء القبول عند الله سبحانه وتعالى إذا تعدى منتصف الليل. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله راح نجيب على المزيد من الأسئلة، ما شاء الله هواي أسئلة عندنا في الحلقات القادمة. سماحة السيد مناف الجزائري، شكرا لكم سيدنا العزيز. لكم الشكر. الله يحفظكم. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المساء. الرجائي من الأخوة حقيقة اللي يراسلوننا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أنه يساعدوننا ويكتبون صيغة السؤال بالعربية الفصحى، جزاكم الله خير الجزاء. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.